هذه القناة نحن نشهد بأنه فضاء كان لنا فيه فرص عديدة، ونشهد كذلك بأننا لمسنا بأنها قناة تمتاز بخصوصية دعم الرأي والرأي الآخر، دعم حرية التعبير في إطار بطبيعة الحال في إطار الأخلاقيات المطلوبة. نحن بطبيعة الحال في بدورنا نحن لم نبخل بآرائنا في جميع القضايا، سواء التربوية أو الاجتماعية أو الاقتصادية والنقابية. نحن نريد دائما في مثل عبر القنوات المختلفة، سواء هنا محلية أو دولية، نحاول دائما أن نعطي الصورة الحقيقية يعني الواقع بصورة، سواء بالنقد البناء أو بتوضيح الرؤى أو حتى توضيح الجوانب التي يجب أن تعالج. نحن نرى بأن حرية التعبير هي جزء أساس من حل العديد من المشاكل المطروحة محليا ووطنيا ودوليا، ولذلك نحن لدينا كل الاحترام والتقدير لكم جميعا، يعني ونتمنى بأن كل التوفيق لكم في الأعمال، وأنكم تكونوا صوت أو فضاء لأن الناس يعبروا فيه بكل حرية، ودائما أقول في إطار الأخلاقيات المطلوبة، ومن أجل أننا نوصل صوتنا بحرية وبصدق وبدون مزايدة.